التيار والإطار يحشدان جماهيرهما من جديد، لما الاحتكام إلى الشارع؟ حضرت ربما العناية الإلهية في المرة الماضية، لما تغامرون من جديد؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. لا شك حياكم. أنه اليوم الشارع العراقي لا يتحمل هكذا صراعات سياسية ومظاهرات. الإطار التنسيقي دعا كل الكتل السياسية إلى طاولة الحوار، ومنذ إعلان النتائج ولحد الآن يريدها أن تكون بالحوار، ولكن لا يوجد هناك استجابة للحوار. واليوم نرى أنه اليوم الشارع يغلي، وبالنسبة للشارع العراقي ونحن وكل الجماهير العراقية ذاهبة نحو الهاوية إذا لم يحتكم السياسيين ويجلسوا على طاولة الحوار. إذا لو لا توجد هناك حوارات، لا توجد هناك حكومة انتقالية أو حكومة بالأصالة، وهناك من يدعو إلى إصلاح، والآخر الطرف الآخر يدعو إلى حماية مؤسسات الدولة. والآن لابد أن يجلسوا على طاولة الحوار، لابد أن تكون هناك تفاهمات. والسيد رئيس الوزراء دعا إلى مسألة الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم فيما بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية حتى نمضي بتشكيل حكومة انتقالية، وحتى إذا كانت حكومة انتقالية أو مؤقتة يعني في الوقت الحاضر، حتى ننتقل إلى انتخابات مبكرة وتعديل القانون، قانون الانتخابات أو ما شاكل ذلك، حتى نمضي. الآن الكل تدعي إلى التظاهرات، التيار الصدري يدعو إلى المظاهرات، والإطار التنسيقي يدعو إلى المظاهرات، وبالتالي يعني أين سوف نصل بهذه المظاهرات؟ هل سوف نبقى هكذا؟ اليوم البلد معطل عزيزي، البلد يعني موازنة ماكو، الموظف ينتظر، العامل ينتظر، اللي تخرج ينتظر، بالتالي كلها تنتظر. المواطن شنو ذنبه في هذه الصراعات السياسية؟ اليوم عزيزي الكل كانت مشاركة منذ سقوط النظام ولحد الآن في هذه الحكومات، بالتالي الكل مشارك بهذه الحكومات سواء كانت فاسدة أو صحيحة. بالتالي ندعو كل الكتل السياسية إلى تحكيم العقول والجلوس على طاولة الحوار، لأن إذا يعني لابد أن يكون حوار جدي للخروج من هذه الأزمة. اليوم الأزمة السياسية يعني راح تودينا إلى الهاوية. والبلد عزيزي، البلد بني على توافقات منذ 2003 ولحد الآن، لأننا اليوم هي الله خلقنا بالعراق، العراق مكونات وطوائف و يعني قوميات، بالتالي لابد أن تكون من كل الأطياف الشعب العراقي هم يشاركون بالحكومة.